اهلا بكم طلاب الاعزاء، ودرسنا النهارده هيتكلم عن الاحتكاك. تعالوا بينا نتعرف على الاحتكاك ونستنتج مع بعض مفهوم الاحتكاك عن طريق اجراء النشاط الاتي. اول حاجه، احنا عندنا عدد من البلي وعندنا سطحين، سطح محدب زي السيراميك وسطح تاني غير املس، سطح املس وسطح غير املس. هنجيب عدد من البلي وندفعه على السطح الأملس، وندفع نفس البلي على السطح تاني غير أملس، بالشرط ان قوة الدفع تكون واحدة. هنلاحظ ايه؟ اول حاجة، هتتوقف البلية في الحالتين، بعدين تتحرك نفس المسافة. يعني بعد ما هنحركها بمسافة معينة اكيد البليتين هيقف. هنقيس المسافة اللي بتقطعها البلي على السطح الأملس والسطح الغير أملس، هنلاحظ ان هي بتكون المسافة اطول، حركة المسافة بتكون اطول على السطح الأملس. تالت حاجة، هتتوقف البلي عند نقطة معينة في الحالتين، وطبعا كل ده هيكون بتأثير قوة الاحتكاك مع السطح. اخر حاجة، هتتوقف سرعة البلية على نوع السطح الذي تتحرك عليه. ورابع حاجة دي هي الاستنتاج، يعني معنى كده ان احنا هنستنتج انها تتوقف سرعة البلية على نوع السطح اللي بتتحرك عليه، يعني سرعة البلية بتتوقف على نوع السطح اللي هي بتتحرك عليه. من هنا نقدر ان احنا نستنتج مفهوم الاحتكاك. فالاحتكاك هو تعريفه هو القوة التي تنشأ بين سطحي جسمين متلامسين، وهي تؤثر في اتجاه معاكس لاتجاه حركة الجسم المتحرك، لذلك بتقل السرعة تدريجيا. طب تعالوا بينا نجري نشاط تاني عشان نقدر نستنتج الاحتكاك والحركة. احنا دلوقتي هنعمل نشاطين. اول نشاط عندنا، هنجيب لوح خشبي وهنجيب مكعب خشب برضو وكتابين زي ما احنا شايفين كده. هنحط اللوح الخشبي بميل فوق مجموعة من الكتب، وبعد كده نضع فوقه المكعب الخشبي الصغير، بشرط ان احنا نحطه بدرجة ميل لا تسمح للمكعب بالانزلاق على اللوح. تاني حاجة، هنرفع طرف اللوح الخشبي بزيادة عدد الكتب، يعني احنا هنزود كتاب تاني. احنا في اول نشاط حطينا كتابين وحطينا المكعب الخشبي على لوح الخشب بميل، وشفنا قوة الانزلاق هتكون عاملة ازاي. في النشاط التاني جبنا زودنا عدد الكتب بنفس اللوح الخشبي وبنفس المكعب، وهنسيبه ينزلق دون اي دفع. تالت حاجة، هنحدد المسافة او الوضع اللي بيقف عليه المكعب، ونقيس المسافة بين اللوح الخشبي اللي تم فيه وضع التوقف. هنقيس المسافة بين اللوح الخشبي والمكعب في النشاط الاول وفي النشاط التاني، او في عدد الكتب اللي هو كتابين، ولما زودنا عدد الكتب هنلاحظ ايه؟ هنستنتج ان توجد قوة احتكاك بين المكعب الساكن واللوح. فعند زيادة ميل اللوح المكعب بيتحرك، ولكن قوة الاحتكاك بتعمل على تقليل سرعة التدريج حتى يقف. عند زيادة ميل اللوح المكعب هيتحرك، ولكن قوة الاحتكاك هتعمل على تقليل سرعته بالتدريج لحد لما يقف. تالت حاجة، كلما ما قلت قوة الاحتكاك بين السطح والجسم تزيد المسافة المقطوعة، والعكس صحيح، أي العلاقة بينهم علاقة عكسية. طب ايه هو أثر الاحتكاك على حركة الأجسام؟ هنعمل برضو نشاط تاني نشوف فيه زي ما احنا شايفين في الصورة قدامنا. الشكل بيوضح قدامنا رجل بيدفع صندوقا معين. ايه هو سبب تحريكه؟ سبب تحريكه هو قوة الدفع او القوة المؤثرة على هذا الصندوق. الصندوق يتحرك عن طريق قوة، فالقوة المؤثرة هي قوة الدفع وقوة الاحتكاك في اتجاه مضاد لاتجاه قوة الدفع. يعني نفهم من كده او استنتجنا من نشاطنا دوت ان الجسم المتحرك بيستمر في حركته بسرعته ثابتة او بسرعة ثابتة في خط مستقيم عندما بتكون القوى المؤثرة عليه متعادلة. تاني حاجة استنتجناها ان الجسم المتحرك بيتحرك بسرعة ثابتة عندما تكون قوة الاحتكاك مساوية لقوة الدفع.
تعالوا بينا نتعرف على الاحتكاك الناشئ خلال الماء والهواء. عندما تتحرك سفينة أو سمكة في الماء بسرعة كبيرة، فإن قوة الاحتكاك بين الجسم المتحرك والماء بتزيد بزيادة مساحة السطح المعرض للماء. يعني إيه الكلام ده؟ هقول لك يعني معنى ذلك إن قوة الاحتكاك بتؤثر دائما في اتجاه عكس اتجاه حركة الجسم. يسأل يقول لي علل، يأخذ جسم السمكة شكلا انسيابيا، ليه دايما جسم السمكة شكله بيكون انسيابي؟ الإجابة لأن الشكل الانسيابي بيقلل من مساحة سطح السمكة المعرض للماء، فبالتالي بيقلل الاحتكاك، فكل احتكاك جسمها بالماء فهتعوم بسرعة وبسهولة. طب ما هي العوامل اللي بتتوقف عليها قوة الاحتكاك؟ أولا مساحة السطحين المتلامسين، ثانيا نوع مادة السطحين المتلامسين. ما قدرنا من هنا ان احنا نستنتج ان العوامل اللي بتتوقف عليها قوة الاحتكاك هي مساحة السطحين المتلامسين ونوع مادة السطحين المتلامسين. بكده نكون قدرنا ان احنا ننتهي من درس النهاردة بكل سهولة وبساطة، معنا فهم نتعلم ببساطة.